مبسوطة بالتكريم جدا، وبشكر كل واحد صوت لي في استفتاء وشوشة. استفتاء مهم وأول مرة أحضر الاحتفال، وبشكر وشوشة كلها على التنظيم الرائع اللي هم عاملينه. الأعمال الموسيقية تقصدي؟ لا لسه شوية، بس إن شاء الله يبقى في مفاجأة قريب في 2020 بإذن الله. في حاجة مع محمد؟ مش عارفة، مش هقدر أقول لك دلوقتي، بس هو عنده مفاجآت كتير إن شاء الله. لسه مش عارفة يعني، ربنا يسهل. نجوم كبار طبعا وعندهم شعبية كبيرة، ويستاهلوا لان هم بيتعبوا وعملوا ألبومات رائعة السنة دي. هي اغنيه يا ملطشه القلوب هي اللي عجباني قوي، مصطفى شاوي. لا، في انواع كتير قوي قوي قوي، بس اسوأ انواع المهرجانات. ما علينا.